السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودتكم ان شاء الله بإذن الله كل يوم عندي جديد. الناس اللي كانت بتسألني على تنظيف الكاوتشات البيضة، الخلطة اللي انا دايما اعملها ليكم، بص المنظر بتاع الكاوتش اللي هي كلور خام على عجينة بيضة، عجينة غسيل ممتازة جدا، بثلاثة جنيه بخمسة جنيه كلور خام على عجينة، هنفضيهم في طبقة كده تمام. اهم حاجه اعملوا لايك وشير يا جدعان عشان كل يستفاد ويوصلكم كل جديد. وهنجيب ليفه عايز اقول لكم الخلطه دي سحريه لاي حاجه بيضه. بقع بقى اي حاجه تطلعها لكم. بس طبعا اللي يعمل الخلطه البيضه دي ما اعملهاش في الانتريه عشان لو جت على اي حاجه ملونه هتبهدلها، يا ريت تعملها في الحمام. طبعا هو كده الكاوتش خلص بس عايز يتشطف ماشي. طبعا هيبان لما يتشطف. شكرا.